ايه ده يا حسني؟ انتي مسافرة؟ اسافر ايه بس يا رائف؟ امال ايه الشنط دي؟ بس الوضع بقى صعب قوي، انا محتاجة ان انا ابعد شوية. كفاية ان انا كنت هموت امبارح، الله اعلم بعد كده هتلاقوني مقتولة. بعد الشر عليك يا حسني، ان شاء الله مش هيحصل حاجة. يعني انتي خلاص قررتي تسيبي بيتك؟ لا مش قوي كده، هبعد شوية بس كده لحد ما الامور تهدى. طب بالنسبة للعمال اللي جوه هتحب اقف معاهم؟ شكرا قوي، ربنا يخليك. انا كلمت عم ريم، هو هيجي يقف معاهم، هو اللي جايبهم فهيعرف يتعامل معاهم احسن. تمام خلاص، طالما شايفه كده هتوحشينا. اكيد هوحشك. يعني اكيد هتوحشينا كلنا. انتوا كمان هتوحشوني قوي، متشكره على كل حاجه عملتها معايا امبارح. انت بتقولي ايه؟ يعني الاقي حد بيهددك واسكت؟ ده ناكله بسناني. عارفة انك راجل وسند. طيب انت عايزة حاجة؟ شكرا قوي يا ابي. خلي بالك من نفسك. حاضر، باي باي. باي باي. الحمد لله باشمهندس ناير عدى مرحله الخطر. الحمد لله، الهي ربنا يطمنك يا دكتور. طب هو ليه مش فايق؟ احنا اللي منيمينه، لان هو اول ما فاق حس بالم شديد جدا نتيجه الكسور اللي موجوده في جسمه. الافضل ليه ان هو ينام اطول فتره ممكنه، خاصه ان هو ما كانش في كوما. يعني ان شاء الله خير. ان شاء الله خير، هي المساله مساله وقت مش اكتر. الحمد لله. شكرا يا دكتوره.